مولود الثور بيحمل لك الشهر الشمسي الترابي التأثيرات الفلكية الداعمة والمساعدة وحتى الاستثنائية، مع انتقال الشمس إلى برج العذراء الترابي لتنضم لعطارد والمريخ المتراجع، يعني بيكون عنا ولادة شيء جديد، عمل جديد، انتقال لبيت جديد، أمور مالية رابحة ناجحة، بالإضافة لوجود القمر بالعذراء نهار السبت يلي بيقدم لك نوع من النجومية، وبتدخل بمرحلة مميزة، ممكن تسافر لتوقيع على عقد أو بتقوم بعملية تجارية ومالية ممتازة. كمان رح تسعد بأجواء اجتماعية مناسبة مع دخول القمر للميزان الأحد والتنين يلي بيصير بيفتح قدامك الطريق وبيحقق لك الراحة وبيبعد عنك الضغوطات المهنية والشخصية، بتستعيد ثقتك المطلقة بالنفس، بتتنفس السعداء وبتفرح بالفرص الحلوة. عندنا محبة، تودد، نجاح، مفاوضات، تحقيق لأعمال، تقدم واضح، بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة حتى تتابع أعمالك، وبتكون فترة واعدة بأفراح وسعادة وتشويق، مشان هيك وسع دايرة تحركاتك وبادر للاتصال واللقاء. لكن رح يتبدل المشهد الفلكي لحظة وصول القمر للعقرب بين الثلاثة والخميس، ثلاثة أيام صعبين بيسببوا لك أجواء مزعجة ثقيلة مليانة بالمسؤوليات العائلية والمهنية وحتى الصحية. مطلوب منك عزيزي الثور أنه ترتاح شوي، أنت بحاجة للتفاهم، حاول أنه تتغلب على الظروف باتخاذ قرارات بناءة وهادية، فترة متقلبة لكن بالدبلوماسية بتقدر تحل الأمور. تتابع التناقضات مع انتقال القمر للقوس نهار الجمعة، يوم متعب فيه عاصفة بتهب حياتك، بيشير لإزعاج تدخل بخصوصياتك، وكمان بيشير لمسائل مالية ومصرفية بتفرض حالها، ما يعني تغيير طارئ لموقع أو وضع قانوني أو شرعي. مطلوب منك التروي وتعيد قراءة حساباتك قبل البت بأي مسألة حسمة. عاطفيا بدك تنتبه، عم بتخوض معارك عاطفيه، بتتراجع قدام التزام وبتكون ردات فعلك مضخمه، هالامر بخلي هالاسبوع صعب جدا للعلاقات العاطفيه والعائليه. اما العازب ممكن يعاني من ركود افكار مشوشه من مراوحه للمكان، ما تراهن عزيزي الثور على الحظوظ وما تجازف بصحتك او بعلاقتك، وانتبه من الالتباسات والخلافات مع الحبيب.